الجديد اللي مستخبي كده ولا كده؟ بالنسبة لنا ولا بالنسبة لهم؟ لا بالنسبة لك انت. بالنسبة لنا انا مش بس عشان هو يعني قال ما اتكلمش عن اي حاجة بخصوص الموضوع لان الموضوع سري جدا، بس هو حاجة العيد الكبير مهمة جدا ان شاء الله. فيلم ومسلسل؟ فيلم العيد الكبير ومسلسل فيلم فيلم في العيد الكبير ان شاء الله. مفيش اي حاجة صغننة هنعرفها حتى دورك بسيط عنه ايه؟ دور ما ينفعش واحد مليان يعمله، ده اللي اقدر اقوله بس. بس خلاص. لو حبينا نعرف انت في رمضان كنت بتتابع ايه؟ بصي انا ما كانش عندي رفاهيه كافيه ان اتابع كل حاجه، بس انا قابيل ربطني من الحلقه الاولى لل 30 اجبار، كنت اتفرج عليه حتى لو في التصوير الحقيقي. عجبك مسلسل قابيل؟ عظيم، مسلسل عظيم، ببارك كريم الشناوي اخويا طبعا، ببارك له جدا جدا جدا. برنامج مقالب ايه بقى بتتابعهم؟ هو انا مش بحب النوع ده بصراحه من البرامج للاسف، بس انا تابعت برنامج كريزي تاكسي، ده احلى حاجه حصلت في رمضان. عجبك الشخصيات اللي هو بيعملها؟ ابراهيم السمان ده اصلا عفريت، ده صاحب عمري، ده من اكتر من 15 سنه. لا هو عظيم، احلى حاجه ضحكتني في رمضان السنه دي هو. اتفرجت على رامز؟ برضه. طب لو انت ضيف بقى في رامز ايه؟ لا هو انا مستحيل ابقى ضيف في رامز، بيتهيألي مستحيل. لا اصلا هموت من ان هما بيكلموني عادي بيعملوا معايا لقاء، فلا ما اظنش ان ده هيحصل. طب تتمنى مين توديه عند برنامج رامز؟ مصطفى منصور. والله. السبب؟ لا هو يستحق المقالب مصطفى بصراحه، بيعمل فيها مقالب كتير قوي. وكان نفسي الشرنوبي، بس الشرنوبي راح الحمد لله. في ايه الجديد غير ان حاجه تعمل ايه في العيد؟ في العيد انا مسافر يا فندم، يا رب الحق اسافر بقى. ادعي لي. رايح فين؟ ايه ده في ايه؟ الجون يا فندم، تفضلي معانا. الجون ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب، وعايزين تهنئه صغننه كده كده كده، بس بطريقه مسلسل ابو جبل. ايه ده ازاي؟ ايه ده؟ تقمص شخصيتك؟ لا تدي له تهنئه؟ لا ليه الحاجات دي؟ اقول ايه طيب؟ ما انا مش عارف والله. اقول ايه؟ تهنئه صغيره بس بنفس الشخصيه اللي كانت في مسلسل ابو جبل. ايه ده؟ ليه يا جماعه؟ بص يا معلم عاجبك الحاجات؟ كل سنه وانتم طيبين، السلام عليكم.